طيب احنا معانا سماح من اسكندرية. الو، الو، مع حضرتك. اتفضلي. لو سمحت انا بستفسر على حالة ابني. نعم، هتستفسر على حالة بستفسر ابني؟ على حالة ابني. اتفضلي. طبعا اتفضلي. ماشي. هو عنده 12 سنة. 12. تمام. واتفاجئت من سنتين بالظبط ان هو عنده كسر في عينيه اليمين. هو انا مش سامعة حضرتك كويس. عنده كسل في عينيه اليمين. اوكي. تمام. فده ليه علاج نلحقه ولا كده خلاص؟ وعنده 12 سنة. هرد عليه. تمام، شكرا. استاذة سماح، احنا لازم نكتشف الاول سبب الكسل هو ايه. تمام. لان الكسل ده زي ما قلنا من شوية بسببه حاجات كتير قوي. ممكن يبقى معيب في الابصار نتيجه لقصر نظر، طول نظر، استجماتيزم عالي، حاجات من الحاجات دي. ممكن يبقى الكسل ده نتيجه لسحابه على القرنيه، نتيجه لوجود ميه بيضاء وما اتعالجتش، نتيجه الخبطه هو اتخبطها عملت مشكله في العين. فهي القصه في الاخر لازم نبقى فاهمين هو السبب ايه، وهل السبب ليه حل ولا ملوش، وحصل امتى. يعني لو في ضعف في الرؤيه حصل من ساعه ولادته، يعني هو مولود بعين فيها قصر نظر او طول نظر وما تعالجش خلال اول 9 سنين، ولا دي حاجه حصلت مثلا. ممكن يبقى في العين فيها اصابه خلته ما بيشوفش، تمام، لسه جديده. انما لو كسل معنى كده ان هو كان خلال اول 9 سنين عنده مشكله في الرؤيه وما ما تصلحتش. هو الكسل ده اللي هو ما بيشوفش، العين دي ما بتشوفش خالص ولا بتشوف؟ لا، بتشوف بس ما بتتحسنش، او بتتحسن بنسب قليله. يعني مثلا هو -6 -7 وعين التانيه سليمه، -6 -7 المفروض ان انا لما احطها له يشوف 6 6. تمام. ولو كانت صلح بدري هيتحط له المقاس ده ويشوف 6 6، يشوف بالعين دي كويس. انما الفكره ان هو ما تصلحش وما عملناش تنشيط للعين دي، بان احنا نقفل العين السليمه ونخليه يعتمد على العين الضعيفه في الفتره ال9 سنين الاولانيين. تمام. بعد كده لما بنكتشف الكلام ده بعد ال9 سنين، خلاص هو عنده 6 7، بس من غير ال6 7 دول شايف 2 متر. هلبسه النظارة هيشوف 6 60 أو 6 36، يعني هيشوف 4 5 متر، 6 متر. إنما زيادة عن كده الستين متر مش هيقدر يشوفهم، لأن المخ خلاص اتعود إن هو بيتجاهل الصورة بتاعت العين دي. أحيانا ما بيتجاهلهاش بس، لا، العين بتحول كمان. أنا في رأيي العين لو احولت في سن ال9 سنين الأولانيين أفضل من إنها ما تحولش، لأنها لما هتحول هتلفت انتباه الأهل إن في مشكلة. بس هترجع تاني؟ بترجع تاني اول ما نصلح العيب اللي موجود، بترجع تاني. تمام. ففي الفتره دي يا ريت العين تحول عشان الاهل يفهموا ان في مشكله عند الطفل فيتوجهوا للطبيب. طب لكن ابن استاذه سماح 12 سنه ده 12 سنه هيلبس المقاس ونحاول نعمل له تنشيط. تمام. للعين الضعيفه لو هي عيب في المقاسات نعمل له تنشيط للعين الضعيفه، لو في سبب تاني ليه حل وليه علاج يعالج، ونحاول نعمل تنشيط للعين دي. احيانا طالما لسه السن في المرحله دي ممكن ننشط العين شويه، تقدر توصل لدرجات يعني، بس مش هتوصل لل6 6.